بدأنا في برنامج ربيع الفنون الثقافي المسطر من طرف الوثبة والمجلس الشعبي البلدي لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية في بلدية بوسعادة. كما راكم تلاحظوا معنا هناك مجموعة من اللوحات، تقريبا هي 21 لوحة فنية خاصة بهذا العملاق الذي يمثل مدينة بوسعادة الأستاذ توفيق البصير. دائما الأغلبية على اللوحات هي عن الهضاب العليا، عن سطيف وكل الدوائر هذه. الآن راني في يقولوا في بحث إن شاء الله ربي يوفقني بين المدرسة الواقعية الاشتراكية اللي انفردت بها الاتحاد السوفيتي آنذاك مع كل الدول وبين الانطباعية.